السلام عليكم اخوان. حاليا اني بالرمادي، بس الله عليكم شايفين جسر مال مشات هيش مسقف وبتبريد؟ انا الظهر هسه الساعة بالثنتين ونص يشهد الله بالرمادي، وهذا الجسر هذا تصعد بيه تبريد، الحد ما تعبر ذاك الصوب تبريد. اسألكم بالله الانبار مو محافظة من محافظات العراق؟ لو انا مشتبه ليش هيك ليش؟ وهاي الانبار وهاي شوارعها يلا باوع تلقى زبالة بالشارع، تلقى هاي وهذا الجسر. امانة الله رسوله ما جايه خلي يجي جسر عبور مال مشات بيه تبريد، قادر الله، يجوز احنا بغير دوله وما نعرف. والسلام عليكم.